مثلنا يقول يوم طار الطير يوم طار الطير عرفتوا اليوم أقولكم بتشوف الحماس داخل اللي معصب واللي فرحان واللي مفعل واللي يقول كله بتشوفه وبعد زملاء أنا داخل بنسوي معهم لقاءات. أهم شيء ما نسيتوا يوم طار الطير يوم طار الطير وليلى وليلى احنا وصلنا وجينا يا طنعاوي الله يخليك لنا حبيب الغالي وليلى وليلى احنا وجينا وصلنا يا طلعاوي احنا وجينا وصلنا يا طلعاوي عندك زين. يقول لك يوم طار الطير ايش تكملته؟ يوم طار الطير لابد العشي يعود سعر عندك سعر هود هود اقول يقول يوم طار الطير ايش تكملته؟ سؤال ولا تسمع الشعر؟ تسمع سؤال ولا بتسمعنا قصيد؟ ايش من القصيد؟ ها؟ ايش من القصيد؟ ميدان رزحة اي شيء هذا راعي مدمر بيع اها وراعي ميدان عوض كاك بنبدا اول شيء بالمدين وبني الميدان بخبرك يا زين كم قيمته تعالى بخبرك يا زين كم قيمته تعالى تذكر يو خلي يوم الناس تعبان تذكر يا خلي يوم الناس تعبانه وصنقل ذهب شاميب وميتين كرخانه صنقل ذهب شاميب وميتين كرخانه تذكر يا خلي يوم الناس تعبانه تذكر يا خلي يوم الناس تعبانه احسن احسن. واذا طار الطير اذا طار الطير يوم طار الطير لا الموضوع بس غايبه يعني غايبه بس غابت اقولك يوم طار الطير شي ميدان معوض وايد ها وايد اقولك قاعد يتسمع يتسمعنا بنص اذنينا سمع 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 مشيله 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 تصور نعم تيجي حيّ كيف حالك؟ الله يعطيك العافية بخير؟ نعم الله يعافيك بارك الله فيك حي الله حي من الثقافة من دمج تشوف حالنا حال الوزن هات قالوا انه وايد ميدان معك عندي يني سمعتها كبرها؟ وايد يا مرة هناك ايش مقدرة؟ اي مقدرة ما بعدنا حن لنقلبك الليل ليقطع شيد يعشي ويطلب يهيدك اللبع يعني
من شدة الخوف بالتبريق غاير ظفار وربع طاقه روح طاقه قال لي ما بابيع بالتفريق قلت له قطع لي ربع طاقه ضاري ودنيو ضاري ودنيو يقطع شيء اني ما قطع لي ايش السبب؟ ما اعرفه ايش مسوي به؟ مسوي به يجي الشايب مسوي به انزين انزين ضاحت هذي بنادكم مشان ولا من زهدان تبغى توادعوني ما بارزته وايد صمغ هند ولا مرياج وحد الوادم ما حد غيرك اعرفك حل الطعن ولا مرياج ان غوينم ما حد غيرك بنادق مشن ولا من زهدان تبى توادعوني ما بارزده وايد صمغ هند ولا مرياش وحد الوادم ما حد غيرك عرفك حل الطعم ولا مرياش ان غوين ما حد غيرك هذي من عدل عاد وازهدان يوم ياك حيدر ما بارزده ويوم طار الطير لا يسامعنا مساحنا لكن عاد قاعد الحين يوم طار الطير يوم طار الطير يوم طار الطير ما في سال يا بعد كل سلم اليوم بيصد هجمات ميدانية وأيضا عنده اليوم قذائف رزحة ولا تغرود ولا طارق ولا غيره وعلى فكرة الحصان اليوم عنده شلة خاصة بضيفنا اللي موجود معانا اليوم الحصان اليوم في الجمهور يا أخي عاد الحصان في الجمهور شيء كبير صراحة هود هدا سالم كيف حالك عبد الله بخير انت بخير كيف حالكم انتم الله يعافيك يا حياك حياك الله يا مرحبا وسهلا فيك يا مرحبا فيك شرفتنا اليوم شرف مقدار يا مرحبا وسهلا فيك حياك الله علي ايش من الفنون اللي اكثر شيء تستهويك الرزحة اكثر شيء الرزحة فن طيب ويمكن ولايتنا اللي تشتهر بهذا الفن واحنا دائما نحب الرزحة نعم ولاية المضيبي اي ولاية المضيبي تعال علي بسألك من وين هالميدان تجيبه الميدان والله نحاول فيه ونلم من هنا ومن هناك ونرسل لحالكم بس الرد منكم يكون اقوى مره منكم انتو سبع نعم ذيب اللي تجيبه بس تجيب فيه الذيب بس تجيب والسبع بس تجيب والحصان بس تجيب والحبسي بس تجيب لا انا باكل حصان زين هامني الحصان ترى قصتني على الحرمه اقولك ترى كنت حليت بي والثمانية والسبعي والثنين وسبعي واللي يسمع انت رهن ويك اللي اخطب قلت برو حتى هرجت تخطب حرمة اول يعني اه والله وما بغتك ما بغتني قلت انا ما بغى اللي من سني قلت انا زين انا من سني ايش قلت انت واثنين وسبعي يقول السعدي توكلها انت الهمبرجر همبرجر هي هي لا مكله بس يعطوها والنقانق والنقانق توكله لا لكن انت تاكل همبرجر اشياء ولا والله اكله اكل من هاللحم علي تحفظ شيء من قصائد الوالد تبغى شيء من قصائده نعم نبغى يسمعنا قصيده ماميش قصيده ماميش طلع علي الحبسي ما سهل علي الحبسي يقولك طلع ما سهل وين عاجبتنا قصيدة اسمها ماميش ماميش ايه والله ما تقول عليك انتو كلكم ماميش ماميش ومن غير حبي بي ماميش وهنتين في الدار من غير هنا ماميش موزة وختها وجلسة حيته راية وخد راية شراف الظلم جلاية انا هنس لبن عقلي بلا حشمة ولا دراية هنس لبن عقلي بلا حشمة ولا دراية ومسيت مهموم والقضاء ما مش ما عليك واحد اكتبوها ترى بيمنك محبوب الحشا بيمنك انت نيابة من الباب ولا الباب نيابة منك كل جن والجيران والأهل يا أبوي كلهم استغثوا منك
قال هيشن انا علي على قيضت عيني لا اكلت بثمي ولا فتكت بيدي واقف على بابكم والشمس تقليني ومن كان ما حبكم ربي يجازيني لم طحت انا ميت حتى الطير يبكيني خيركم حغاري ومكتوب لي الشقا يا من عن وش تشقي عمرك انت وتجلس تحت باب تنفس انزين انزين انا والطير من الطير وانسلام من الشام غالين حي لنطار الطير قالوا خلينا سبيله لنطار الطير قالوا خلينا سبيله شكرا هود 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 لمطار الطير يا مطار الطير قالوا خلينا سبيله يا مطار الطير قالوا خلينا سبيله الحين متجهين الى جمهور نادي العروبه الى جمهور نادي العروبه معانا لغز في الصبح يمشي على 4 في الظهر يمشي على 2 في العصر يمشي على 3 زين يقول لك في الصبح يمشي على 4 في الظهر يمشي على 2 في العصر يمشي على 3 ايش هذي الصبح يمشي على 4 الظهر يمشي على 2 العصر يمشي على 3 ايش هذي معايا والله معك هود هود يخلو عمين بعد اسمع قصة ولد رمثة ايش قصة ولد رمثة قصة ولد رمثة قصة ولد رمثة عنده ولد رمثة حبيبه وما حد يعرف ان عنده حد زين ويوم من الايام ولد رمثة ماشي يرمس في هذا الفن فن الميدان والمسبع تو يوم جا من رمس تملقيها كيف هن ماشي هو هي يوم هو روح هبطت من الغرفة وجلست قدام الباب زين وخطف واحد ينور رمسه ثلاث شلت حصى وعقبت جا ناكس قال هوبش قلت اللي هن نوك قالها نوي عندنا رمسه يبي يرمسه يبي يرمسه وميدان ومسبع قلت قبل ربعكم زين ربعك قلت 40 خلو وصلها المرمس ورمسه يوم جوا رمسه من رمس تملقي الحرم تو من ينشد ملقيها ملقيها في البيت يقحمل لك عند ذلول والقياه في مرمس يرسه زين يجي هو وش حق عمره ما حد عارفه ومشي حيز الطبل قول ولد رمثة يقول عاين تبارك برقا سنالي عد كيف؟ أشوفك نسيتها؟ أشوفني قبل تقول ولد 15 ولد 15 يا لطف ربي انت نور عاين تبارك عاين تبارك عراس الكي كي ساقي ومذكرني بحسن الردف والساقي والساقي عدو قولوا له من السعدي؟ اللي عاينته ساقه لف ساقينا وفي مدارس الود نحن تلاقينا وفي ليلة الوصل كل حد صبح ساقي كل حد؟ صبح ساقي مرة؟ مرة نعم اهديت حراسه وطبعا علي يستاهل وانت جزاك الله خير مشكور اكثر من حراسه طول عمرك علي قدم الكثير والكثير وعلي ريال طيب قبل ان يكون انه حارس مرمى يستاهل اكثر من كل شيء هو اخلاف زاد مثل ما يقولون زاد الحليب سكر علي مره ما يحتاج منسجم مع حراسه اي اكيد ما نشوفه غير في السنه مره بس سالم ترى هذا المكان اللي خبرتك واللي دائما نكون نحب نكون موجودين فيه
ودائما الاوقات اللي نحصل مثل ما خبرتك الاوقات اللي نحصل فيه فرصه ونكون ونشاركهم هنا جلساتهم والجلسات الطيبه والسوالف وهذا المكان مثل ما اقول لك له معزه خاصه له طبع خاص بالنسبه لنا. هذا علي الحين تو انت ما شاء الله عليك اللي يشوفك وما يقول ما انت هذاك اللي في الملعب. والله خلاص برنامجك راح يوضح كل شيء. شكلك كشفناك بالوجه الثاني. لا هذا 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 يعطينا على طبيعتنا وبالعكس يعني حلو الناس تشوف طبيعتنا والاشياء اللي نسويها خارج المستطيل الاخضر. هود 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 هود. الوالد عبد الله بن حارب الحبسي، كيف حالك ابوي؟ الحمد لله بخير وعافيه. انت بخير؟ الحمد لله. مريح؟ نعمت الله. يعني اليوم علي الوالد ما في الملعب ولا كوره ولا شيء، بتمصيله هالمضيبي وسوالفه. إيه؟ اهلا وسهلا بالسوالف. كيف قصتكم يوم كلتوا صندوق سح؟ السح كذي لفرمسه. خبرني عن القصة. يعني كنتوا رامسين مع بعض؟ رامسين مع بعض. ومعنا شلة. زين. قالوا جعانين. أكلت اليوم ماشي تفاح وبرتقال ومعفش. قلنا يلا تصير جيبوا. اليوم تقول باعك صندوق صح. تجيبوا الصندوق صح. مشينا وجاب الصندوق. صندوق كامل. ثم ترى الانجليزي. رد لي. السلام عليكم. حياك الله. بخير وبنعمة، كيف حالك أنت بخير؟ يمشي على 4. نعم. وفي الظهر يمشي على 2، وفي العصر يمشي على 3. الإنسان يوم صغير يمشي على 4. نعم. يوم شباب يمشي على 2. ويوم شيب على هو كبه على 3. صحيح هذا الكلام. 3. يوم الصبح يمشي على 4. على 4 هو الظهر يوم شباب. يوم شباب نعم. على 2. ومغارب هو طا شايب بقبه بالعصر ماله. أحسنت. كيف تقول هود هود؟ هود هود عرباوي هود هود وهود هود. منزلك عالي هود هود. بجي هالدور حرش ضيقا وزحين اشوفش يا هالدور حرش ضيقا وزحين ردت وقالت ضعون الحي من تزحين قلنا لها صدق ولا قيل وتمزحين قالت نعم راحوا ولا ظني يعود الدار وبقيت مهموم والقلب مني احتار لإلهنا الله عنك يا هالدهر غيار يا السعدي فرق المحبين في كبد العاشقين محين ما هي والله واجيبي